هذا لمفن مدربة تأمل معتمدة مديتيشن انستركتور. بدأت حوالي 5 سنين إما كشغل كمدربة أو في حياتي الشخصية بأتأمل مع نفسي وأعمل أبحاث وريسيرش دراسات أشوف كيف ممكن أطور هذا الشيء أحسن عشان أقدر أتعامل مع حياتي الشخصية وظروف المحيطة بي بطريقة أفضل. كيف بدأت؟ بدأت لما كنت حاسة أنه أنا وصلت لمرحلة ماني عارفة أتعامل مع أي شيء حواليا. الضغوطات حواليا صارت جداً شديدة زي أي الناس. كان في ممكن بعض مشاكل في ممكن الضغوطات حقت الشغل، وقعدت أبحث إيش في حاجة ممكن تساعدني إنه أنا أخفف التوتر اللي فيه، العضلات عندي تسترخي أكثر. بعد بدأت أبحث عن تمارين، فوجدت إنه التأمل ليه فوائد جداً كثيرة، منها إنه هو يخفف الضغط، ينزل الكوليسترول، بيساعد انه هو يخلي عضلات الانسان تسترخي، يخليه في مرحلة هدوء وسلام مع نفسه، وبذلك فيقدر يمارس حياته الطبيعية بطريقة اسهل واحسن. وجدت انه لما انت بتتأمل سبحان الله، يعني بتصير ملائم انت جس عقلك صار سليم اكتر، ما بتفكر في مشاكلك اكتر، فبتصير اقرب لربنا اكتر، بتقدر تمارس عباداتك لربنا فرضها عليك بطريقة احسن. الميديتيشن او التأمل ليه طريقة معينة لازم نمشي عليها، منها انه احنا كيف تتنفس بطريقة صحيحة وكيف ندرب دماغنا انه هو ما يفكر كتير. وانت بتدرب دماغك ما تفكر طول الوقت في اي حاجة، يعني تفكر في الأشياء الأساسية، ما تخلي كل حاجة تقلقك، تصير معود نفسك إنه أنت خلاص مخك منضبط، ما عندك توتر. بطريقة أخرى إحنا بنحاول نعيد برمجة دماغنا عشان نعيش حياة أفضل.